ينضم إلينا عبر الهاتف في لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بكم دكتورة إلى هذه الجولة الإخبارية. تهديدات من قائد شرطة البصرة باعتقال صحفيين وناشطين، كيف تقرأينها بالتوازي مع تصاعد القبضة الأمنية ضد المتظاهرين؟ السلام عليكم ورحمة الله، حيكم وحي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام. نعم، يعني هذا متوقع من قبل القوات الحكومية في محافظة البصرة وغيرها من المحافظات. يعني هذه هي السياسة ونهج الذي تسير عليه الحكومة في العراق، وطبعا ليس هو هذا نهج فقط القوات الأمنية. يعني لاحظنا كيف أن حتى زعماء الميليشيات كيف كانوا يهددون المتظاهرين وكيف ينسبونهم إلى أنهم يعني مأمورون من قبل قوى خارجية وغيرها، وكل هذا يدخل ضمن سياسة الحكومة من أجل حمع التظاهرات وتكميم الأفواه التي تطالب بالحقوق المشروعة التي يجب أن يتمتع بها أي مواطن في بلده، خاصة وأن الأوضاع وكثير من التقارير صدرت عن محافظة البصرة وغيرها من المحافظات في العراق ومستوى التردي في الخدمات والإهمال من قبل الحكومة التي مارسته الحكومة، وهذا أيضا يدخل ضمن ما تحاول أيضا الحكومة أن تقوم به من اعتقال كافة الأصوات الوطنية التي تنادي بالحقوق. نعم دكتورة، هذه التهديدات إلى أي مدى برأيك ستسهم بانفجار الوضع أكثر في البصرة، لا سيما مع انتهاء المهلة التي أعطاها المتظاهرون في البصرة للحكومة؟ طبعا الحكومة لم تفي بأي من وعودها. يعني الكثير من التظاهرات خرجت منذ فترات طويلة ولم تنقطع، والاعتقالات لا زالت مستمرة ولم تفلح هذه الاعتقالات ولم تفلح محاولات حتى قتل المتظاهرين في أن تكمم الأصوات وأن تكتم المطالبات بالحقوق المشروعة، بل على العكس من هذا سوف تصل الأمور إلى مرحلة سوف تمثلت جميع الأمور ولن تستطيع لا الميليشيات ولا القوات الأمنية أن تسيطر على الأوضاع بأي وسيلة كانت، خاصة وأن كما يرى العراقيين أن هناك لا يوجد تحسن وأن الوعود كلها وعود فارغة وغير حقيقية ولا تموت إلى أمر إلى ما يحدث في الواقع، وأن الحكومة ليست لها علاقة بأي مصلحة من مصالح المواطن بل هي فقط تنفذ الإرادة الأجنبية، وهذا سوف يفاقم الوضع أكثر وأكثر إلى أن يؤدي إلى انتشار هذه التظاهرات في مناطق أوسع، وسوف تؤدي إلى توحد جميع العراقيين في سبيل مواجهة ما تقوم به الحكومة وميليشياتها. نعم، بالتوازي مع ما يسمى خلية الإعلام الأمني، طلبت العسكريين والشرطة بالهدوء قبل أي تصريحات. هذا التخبط الحكومي ألا يكشف برأيك يعني عدم الجدية بحل أزمات البلاد؟ نعم بالتأكيد، يعني هو الحكومة منذ البداية فقط تصدر الوعود من اجل ان تهدئ المتظاهرين ومن اجل ان تكسب الوقت من اجل تنفيذ مشاريعها، ولكن لا يتم تنفيذ هذه الوعود على ارض الواقع. يعني اين المشاريع الحقيقيه التي تساهم في تحسين احوال المتظاهر احوال المدنيين واحوال المواطنين، الخدمات الاساسيه التي يحتاجها المواطن لكي تستمر الحياه وخاصة الماء، يعني أين هي؟ أين هي؟ لا يمكن للحكومة أن تحل أي مشكلة من مشاكل التي والوضع المأساوي الذي يمر به العراقيين، هي فقط تحاول أن تكسب الوقت وأن تلعب على أعصاب الشعب العراقي فقط لا أكثر ولا أقل، من أجل أن يستمر هؤلاء المتنفذون في مناصبهم وأن يستمروا في فسادهم ونهب أموال المواطنين. نعم، هل القضية هي قضية البصرة وحدها برأيك؟ لا، القضية قضية العراق جميعه. يعني إذا كانت أوضاع البصريين الخدمات والبطالة وغيرها فهناك معاصي في المحافظات الأخرى، هناك تشرد، هناك يعني لا يعني مهجرون في الخيام، وهناك منازل مهدمة وغيرها، هي ليست فقط مجرد مطالبة بالخدمات، هناك ظلم وجور كبير يقع على المواطن العراقي، وهذا الظلم يتمثل في أشكال كثيرة. نعم الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.